السلام عليكم مباشر سيكم فادي معكم دائما مراد. اليوم ان شاء الله حنحكيو على مصطلح جديد اللي هو الذباب الالكتروني ولا الاي فلايز الذباب الالكتروني ولا كاين اسمهم اللجان الالكترونيه الجيش الالكتروني كل واحد كيفاش يحب يسميوها. اليوم نعرفوا واش معناتها هذا المصطلح، من يقف وراء هذا الذباب الالكتروني وكيفيه ولا وسائل اللي تساعدنا باش نقضيو على الذباب الالكتروني في المواقع الالكترونيه، لانه مصطلح جديد يستعمل كثيرا الان في المواقع الاجتماعيه. حبينا نعرفوا شنو هو. قعدوا معنا في مباشر سيليكون فالي باش نعرفوا ما هي ولا ما هو مصطلح الذباب الالكتروني. سلام. كثير من الناس اللي راهم يبعثوا لي في الفيسبوك وكذلك يبعثوا لي في اليوتيوب شانل تاعنا في مباشر سيليكون فالي الذباب الالكتروني نسمعوا فيه كثير اليامات هذو مع كل شيء صرا في الجزائر. حبينا نعرفوا واش معناتها الذباب الالكتروني. الذباب الالكتروني هو مصطلح حديث، يعني هو حديث في العالم الرقمنه ولا العالم اعلام الاعلام الرقمي. يقصد به الحسابات الوهميه على مواقع التواصل الاجتماعي موجهه من قبل بعض المبرمجين، يعني ليشنوا حمله اعلاميه من اجل شيء معين بدات هذه الفكره هذه بشكل مكثف. يعني حقيقة هذه الفكرة بدأت مع مواقع التواصل الاجتماعي، بس بدأت بشكل مكثف في الأزمة الخليجية اللي كانت بين قطر والسعودية في 2017. الان اصبح هذا الاسلوب يستخدم كثيرا في المجتمعات، يعني في خاصه في المنصات الاجتماعيه مثل فيسبوك مثل تويتر مثل انستغرام مثل يوتيوب كذلك، وهذا في مختلف القضايا. تقدر تكون قضايا سياسيه، تقدر تكون قضايا اجتماعيه، تقدر تكون قضايا اقتصاديه. مثلا عندنا واحد المثال نحب نهضر عليه دائما في الذباب الالكتروني، نقدروا نقولوا بلي كاين ممكن موجوده شريحه من الناس من الشعب اللي يريدون زياده في الرواتب مثلا، فيلجؤوا لشبكة المواقع الاجتماعي باش يهدروا على هذا الشيء. مثلا مجتمع يحب يزيد في الراتب تاع شريحة معينة مثلا الأطباء، ويكتبوا مثلا حبينا نزيدوا في الرواتب تاع الأطباء مثلا في أي بلد معين. فوش يدير مثلا الحكومات ولا الناس اللي تكون يعني في مضادة، يعني هذه كحرب إلكترونية بين شعبين ولا بين شريحتين، بين تقدر تكون من طرفين، يعني بشكل عام تكون من طرفين، ف تكون حرب بينتهم. واحد يقول حبيت رواتب والاخر شريحه معينه، يعني تبدا تحط في هذا يعني دير مستخدمين افتراضيين ما يكونوش يعني صحيح البروفايل تاعهم ما يكونش صحيح، ويشنوا حمله ضد مثلا رفع الرواتب للاطباء مثلا. هذا يعني مثال صغير على ما هو يعني الذباب الالكتروني. الناس هذو اللي يجيوا ويديروا البروفايل تاعهم مستخدمين جدد هذو اللي ما عندهمش هما افتراضيا ماشي صحيحين، يعني ما عندهمش يعني اكزيستونس في العالم هذا، فيقولوا لا ممكن يقول لك بطريقه يعني بطرق معينه، يقول لك لا الرواتب زدناها ممكن ولا هذه الشريحه ما تستاهلش باش نزيدوا الرواتب هذو، ويعني يدخلوا في واحد التعليقات اللي تكون مضاده للتعليق الاول اللي حطوا هذه الشريحه اللي حبت تزيد في الرواتب هذا. فعلاش سميناه ذباب؟ ذباب لان الكثره، يعني العدد المستخدمين هذو الوهميين هما اللي ممكن ياخذوا تاثير يعني مختلف للتعليقات هذو اللي يكونوا من الاول، يعني التعليقات الاصليه، فياخذوهم الى اطار معين اخر. ممكن يكون يعني الانسان لما يدخل موقع التواصل بتاعه في الاول يكون يعني مع الناس اللي حبوا يزيدوا مثلا في الرواتب، لكن كيشوف التعليقات الاخرى مع اللي موجود كثير من الذباب الالكتروني، وهذا سمي بالذباب الالكتروني في كثرته، يعني كثره التعليقات هي اللي تمدلوا هذيك الصبغه تاع الذباب. تاثير التعليقات هذاك يتبدل من تعليق اصلي اللي ممكن لازم نزيدوا الرواتب الاطباء، ممكن يروح لشيء معين اخر بطريقه ممكن لابقه، ممكن لا بالفاظ، يعني يقدر يروح الالفاظ سيئه لتاثيرات نفسيه يعني للناشطين سلبيا، ودفعهم ممكن للتوقف عن النشر حول هذا الموضوع.
كاين كثير يسميوها حرب الالكترونيه هذه يسميوها حرب التغريدات خاصه في تويتر لانه بدات هذه التقنيه بدات في تويتر يعني بالهاشتاغ هي اللي في الهاشتاغ اللي ينشر بكثره فياخذ هذاك الهاشتاغ ياخذ موقف معين وبعد الناس كامل تستعمله وبعد يخرج حتى خارج المنطقه اللي يستعمل فيها الهاشتاغ هذا فحرب التغريدات جنود تاعها مجهولون لانه ما نعرفوش الناس هذوك والناس هذوك وهميين والاسلحه تاعهم هم الحواس اللي يستعملوها والمساحة تاعهم تقدر تكون مواقع تواصل كل مقال التواصل الاجتماعي تبدأ من تويتر فيسبوك يوتيوب انستغرام كلهم يعني يستعملوهم باش ينشروا الهاشتاغ تاعهم وثاني هي مساحة للحرب تاع التغريدات فاعتماد هذا الذباب الإلكتروني على حسابات وهمية بصور حقيقية وأسماء معروفة لنشر تغريدات غير حقيقية تقدر توصل حتى 100,000 تغريدة يوميا وتعمل هذه الحسابات على إنشاء هاشتاغ ونشر تغريدات لتصب في هدف معين وكذلك في دعم موقف معين لازم نعرفوا التقنية اللي تخلق هذه الحسابات الوهمية اللي هي الروبوت ويب ولا الويب روبوت ولا البوت هذا الروبوت هو برنامج هو البرنامج الذي يقوم يعني يقوم بمهام متكررة وتلقائية عبر برمجة تنتهي لوضع عملية إعجاب أو إعادة تغريدة وتعليق على تغريدات أو حسابات بعينها في نمط من النشر الغزير يؤدي هذا النشر للهاشتاغ هذا يأخذ شكل كبير من النشر ويجعلها تنافس قوائم ترند العالمية فحتى يسمع العالم كامل باللي هذا الهاشتاغ هو مستعمل في هذه المنطقة المعينة فهذه هي التقنية اللي يستعملها الذباب الإلكتروني من أجل هذا حرب التغريدات أو حرب هذا الحرب الإلكتروني الآن إلى كيفية مكافحة الذباب الإلكتروني ما فيش طريقة واحدة ولا معينة من أجل مكافحة الذباب الإلكتروني هي نفس الشيء مثل الباسورد يعني الذباب الإلكتروني هو برمجة لمستخدمين مهمين فهو برنامج والبرنامج هذا كما قلت يعني متعلق بتقنية اللي هي الويب روبوت ولا البوت فإذا حاولنا ولا حبينا المكافحة الذباب الإلكتروني لازم نعرفه باللي هذا المستخدم هو مستخدم يعني خلق من البوت يعني من الروبوت وكيش نعرفه أن المستخدم ولا البروفايل هذا هو وهمي هو أولا نشوف الصورة ساعات المستخدم الوهمي هذا يستعمل صورة لأنه برنامج لازم تعطي له صورة الصورة هذه تقدر تكون مشاهير وساعات يديروا دائما صور لجميلات يعني حسنوات حتى تجبد المستخدم ويولي صديق مع البروفايل هذا وهذا الشيء لازم نعرفه لازم كل الناس تعرفه لكن المستخدم الوهمي هذا ما يكونش عنده صور اخرى لما تروح البروفايل تاعه ما تشوف صور اخرى وكذلك لما تبعث له مسج لانه مستخدم وهمي ولا فيك بيج ولا فيك يوزر لما تبعث له مسج ما يردلكش على المسج لانه لمستخدم جامد مستخدم جامد ووهمي وكذلك لما تروح للبايو انفورميشن يعني تروح للبروفايل تاعه وتشوف من هو هذا المستخدم هذا اللي يكون في الموقع الاجتماعي كذلك تشوف باللي عنده البايو تاعه ولا غريبه جدا يعني تعرف انه فيك اكاونت ولا تعرف انه مستخدم وهمي وكذلك ما عندوش في الاكاونت تاعو ما عندوش ميساجات ما عندوش ما يجيوش رسائل كذلك هذا من وثانيك انا اظن ان احسن يعني حمايه للاكاونت تاعك من المستخدمين الوهميين ولا من ذباب الالكتروني هذا هو الوقايه دائما احسن من العلاج حتى في الاعلام الآن فالوقايه كيفاش تكون كل مرة في الفيسبوك تاعك ولا أي موقع تواصل اجتماعي تويتر ولا إنستغرام ولا يوتيوب تاعك لازم تشوف الناس اللي هم معك الناس اللي راهم يعني أصدقاء معك لازم تعرفهم إذا ما كنتش تعرفهم نحيهم ما تخليهمش معك لأنه ممكن يكون هذا ذباب إلكتروني كبير يعني ممكن يكون هذا الناس اللي يكونوا معك وما تعرفهمش ودرتهم صديق يعني درت معهم صداقة في السوشيال ميديا ولا في مواقع التواصل الاجتماعي يكونوا من بين الذباب الإلكتروني ف
شوف الفيسبوك تاعك ولا اي موقع اجتماعي تواصل اجتماعي اللي راك فيه نتايا، واذا الناس اللي ما تعرفهمش ومتواصلين معك عارف باللي وما يبعثولكش يشوفوا الان يشوفوا فقط الاكونت تاعك، فيجب عليك ان تنحيهم من عندك باش تنقص من الذباب الالكتروني الذي يمد الشائعات، خاصه اذا كانت الشائعات هذو الخبر ماشي صحيح. الفيسبوك ولا المؤسسات الكبرى، المؤسسات الكبرى تاع التواصل الاجتماعي هذو كذلك يساعدوا كثير المستخدمين باش يريبورتيو، يعني اذا كان شفت انه هذا مستخدم هو من ذباب الالكتروني يساعدوا كثير حتى ينحوا هذا المستخدم. اذا كان فيه كل الناس تقول باللي هذا مستخدم وهمي ولا يعني خلق من البوت فينحيوه من وفيه يعني فيه اشياء كبيره تندار، كاين برامج كبار او من داروا في المؤسسات هذو حتى يقضيوا تماما على هذا الذباب الالكتروني. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو تاع اليوم تاع الذباب الالكتروني، ما هو الذباب الالكتروني، هضرنا عليه، هضرنا كيفاش يتخلق الذباب الالكتروني، ما هو من هو وراء الذباب الالكتروني، وكيفيه الوقايه ولا حمايه المستخدمين من الذباب الالكتروني. دائما قعدوا معنا في مباشر سيليكون فالي، ان شاء الله ما يكونش عندنا ذباب الكتروني في اليوتيوب شانل تاع مباشر سيليكون فالي. نقول لكم كيف عندنا تويتر، عندنا انستغرام كيف مباشر سيليكون فالي، قعدوا تتواصلوا معنا دائما، وان شاء الله هذا اللي باش نمد لكم احسن ونعلموكم حوايج اللي نعرفوهم ان شاء الله، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو الجاي في مباشر سيليكون فالي. سلام.